خسرت الفريق في البطولة الوطنية وكذلك على مستوى الكؤوس الأفريقية ومسابقة كأس تونس. دائما نقول كثير العملية حمزة المفلوذي في راس شواد التصويب وحسام بنعلي على الهدف الأول لنادي الصفاقسي عن طريق حسام بنعلي بتصويبة سكنت يعني يمين الحارس علي القلعي حسام بن علي. 6 دقائق لعب تغيرت النتيجة هنا بملعب الطيب المهيري 1-1 للسياسيس. رقم 24 حمزة المثلوثي السبع العمدوني لابيل من مير حناشي ياخذ كرة حناشي توزيع كثير العملية على المرزوقي النادي الرياضي الصفاقسي. تغيرت النتيجة للمرة الثانية هنا في ملعب الطيب المهيري. الركنية تتنفذ من مير الحنيشي اختير العملية صلاح الصفاقسي الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق وسام العمدوني. الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق وسام العمدوني. هي ثقافة الانتصارات هذا النادي الصفاقسي في هذه المباراة. كينغستي سكري وطويلة في اتجاه حمزة المثلوثي ذكية في 18 متر ما زالت العملية مش ممكن مش من نجم من نوصفش أكثر من هكا.